ما يحدث في غزة وتأثير هذه الحرب على الوضع الاقتصادي اللي هو متأزم بالفعل. وكالة بلومبرج الأمريكية حذرت من اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وتحدثت عن أنه ده بيدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وأنه أصلا في ظل أزمة اقتصادية بيعيشها العالم كله بعد الحرب الروسية الأوكرانية. الوكالة كمان أشارت لأنه الصراع الدائر حاليا يعطل الاقتصاد العالمي، وربما الاتجاه نحو الركود لو تم هيجر مزيد من الدول لهذا الركود الاقتصادي. التقرير كمان قال انه التصعيد ممكن يتسبب في رفع اسعار النفط، وده اللي ابتدينا فعلا نشوفه ل 150 دولار للبرميل، وينخفض النمو العالمي ل 1.7%، وده هيأثر على الناتج المحلي لاغلب دول العالم. هل تتحمل دول وخصوصا الدول النامية أزمات اقتصادية يعني من تبعات هذه الحرب؟ خلينا نتحدث مع المتخصصين. دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور مساء الخير على حضرتك، ومن يدفع ثمن هذه الحرب الدائرة في غزة؟ مساء الخير يا أستاذ هدير وكل مشاهدينك الكرام. أهلا طبعا وسهلا. العالم بيمر بلحظة خارقة في تاريخه. دائما ما نقول ان القضيه الفلسطينيه هي ام القضايا، يعني القضيه دي لو ما اتحلتش فالعالم للاسف بمزيد من الانهيار وبمزيد من الالتهابات الناريه اللي احنا بنشوفها من حوالينا والتقسيمات اللي بتحصل من حوالينا في العالم كله. العالم الحقيقه مر في الفتره الاخيره بضربات متتاليه، كان يمكن اهمها الحرب التجاريه اللي كانت دائره ما بين قطبين رئيسيين في العالم، ثم دخلت علينا كورونا، ثم دخلت علينا الازمه الروسيه الاوكرانيه، وما نعرفش ايضا مداها لحد دلوقتي لان هي كلها في نطاق العمليات العسكريه، لم تصل الى مرحله الحرب بعد. ثم تجددت او تفاقمت ازمه فلسطين مره اخرى وما يعني تحدثه الاحداث الجاريه. بتبان للاسف مؤشرات خطيره جدا على الوضع العالمي. العالم اصلا بيمر بفتره كئيبه جدا في حياته الاقتصاديه، احنا كنا بنتكلم عن معدلات نمو تقل عن 2%، كنا بنتكلم عن معدلات تباطؤ في النمو العالمي دي معظم بلدان العالم للاسف. بعد حدوث هذه الازمه ارتفاعات غير مسبوقه في اسعار النفط، بنشوف تراجعات حاده جدا في معدلات النمو العالمي تصل الى حوالي 1.7% في اقل، وهذه النسبه اخذه في التراجع ايضا. كل ده طبعا بسبب التوترات والخوف اللي بيحدث هذا الركود. العالم لو ما تكاتفش مع بعضه لحل القضيه الفلسطينيه، لان يعني زي ما قلت لحضرتك هي ام القضايا كلها، وانه هذه القضيه اذا ما اثيرت بشكل مبالغ فيه، النهارده احنا بنتحدث عن شباب فلسطيني كان منذ سنوات قليله اطفال الحجاره، النهارده هذا الشاب لديه الحميه ان هو يدافع عن ارضه ويحافظ على ارضه، في المقابل هناك هجمات اسرائيليه متتاليه على اخواتنا واهالينا في قطاع غزه. من الممكن انه العمليات دي تدخل في مسارات اخرى نحن كعالم في غنى عنها، ونحن كدول يقال عليها ان هي دول ناميه بتسعى الى او ان هي حتى كمان تتطلع الى اي معدلات من النمو واي معدلات من الاستقرار. للاسف هذه المعدلات يعني غير متحققه في الوقت الحالي. وانا الحقيقه يا استاذه هدير دايما بيبقى لي كده نظره تعجبيه انه كل ما العالم يهدى وبيستقر بتطلع قوى اقليميه للاسف تحاول يعني تعمل على تراجع الاستقرار وتراجع الهدوء في هذا العالم. ماذا ستستفيد هذه الدول؟ تستفيد طبعا ان هي بتكون بعيده عن مناطق التوتر او مناطق الصراع، وبالتالي بيكون قدامها فرصه لزياده معدلات النمو بتاعتها على حساب الدول الاخرى، او على الاقل معدلات النمو اذا كانت متبقعه عندها فهي بتكون ايضا في المقدمه مره اخرى. مين الناس دول؟ الناس دول طبعا القوى الكبرى في العالم، القوى الاقليميه التي تحركها القوى الكبرى، وايضا الاذرع الشيطانيه التي تحركها القوى الاقليميه والقوى الكبرى زي اسرائيل وهذا الورم الخبيث السرطاني اللي موجود في المنطقه العربيه والشرق الاوسط بشكل عام. صحيح، تداعيات جسيمه غير مسبوقه لهذه الحرب على اهالينا في غزه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار.